مساكم الله بالخير والسعادة مشاهدينا، يا أهلا مرحبا بكم. أي مثل الإمارات عبر قناة الظفرة. الإمارات فرضت نفسها كوجهة سياحية عالمية. الحين لما نسمع شيء مفرح يعني. هاي ما كانت مفرحة؟ نفرح أكثر. كلام عن سعادة مستدامة داخلية. مشاهير السوشيال ميديا في الأردن. الأفلام وصيف. ما بقيت شطم من محل. انتم متى تشعرون انكم اكثر عدوانيه في الشتاء ام في الصيف؟ مره ركبت السيكل كل ما اشوف شيء قدامي ادعم واطيح. زياده الاسعار تسبب ضغط على المستهلك. اشرب قهوه واركد قويني ارجع. البخيل اللي يبخل على غيره مش على نفسه. احلى فقره فقره الطبخ والاكل العراقي. احنا خبرتها في المطبخ صفر. ما شاء الله عليها. وش هابت ليش تقول امراض؟ تحبين اكثر الجمباز ولا الكره؟ جمباز. مساء الإمارات يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الظفرة.